لمزيد من التفاصيل حول ملف الانتخابات ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية السيد مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. أهلا بك أستاذ مصطفى. أهلا بكم، حياكم الله. أستاذ مصطفى، يعني المالكي في تصريحه الأخير قال أن المحاصصة هي أساس الفساد وامتداد لفكر الإرهاب، إلى أي مدى تظن أن تلميحات المالكي كانت تشمله بما فيها هو شخصيا في هذا التصريح، باعتباره هو من انتخب رئيسا سابقا للوزراء وانتخب على أساس هذه المحاصصة التي تحدث عنها؟ بالطبع كل النظام السياسي القائم في العراق منذ احتلاله عام 2003 يقوم على مبدأ المحاصصة السياسية والعرقية والطائفية. هذا النظام القائم في العراق يقوم على هذه الأسس التي يعني كان المالكي واحد من أبرز إنتاجاتها في العراق. المالكي هو المسؤول الأول بعد الاحتلال طبعا، لأنه أمضى 8 سنوات في الحكم، والآن خليفته أمضى 3 سنوات ونصف تقريبا في الحكم، وبالتالي هو مسؤول شخصيا عن نحو 12 سنة من عمر العراق بعد احتلاله. هذه المرحلة الزمنية كلها خاضعة لنظام المحاصصة وخاضعة أو مليئة بالفساد في كل نواحي الحياة، وهي المسؤولة عن كل الانهيارات. في هذا الصدد وبحديثكم عن الفساد، ما مدى مصداقية الحديث عن عدم السماح للمشمولين بالعفو عن قضايا فساد، عدم السماح لهم بالترشح في الانتخابات القادمة؟ كل السياسيين العراقيين، كل هذه الطبقة السياسية، ونضع السياسيين والطبقة السياسية بين قوسين للاعتراض عليهم على هذا المصطلح، كلهم خاضع، كلهم مارسوا الفساد وكلهم متهمون بالفساد بدرجات مختلفة طبعا، ولكن كلهم معنيون به. لأن مجرد المرتبات التي يحصلون عليها والمكاسب التي يحصلون عليها على سبيل المثال من مجلس النواب هو دليل على الفساد وتبديد أموال العراقيين. نعم، ربما في ذات السياق ونبقى في ملف الفساد، هناك الكثير من المرشحين أو النواب الحاليين أو المرشحين المقبلين في الانتخابات المقبلة يحملون شهادات جامعية أو شهادات مدرسية مزورة، كيف سيتم التعامل مع هذه التجاوزات؟ يعني تصوري، لأول مرة في تاريخ البشرية ربما يصدر أمر من وزارة التعليم العالي بالاعتراف بشهادات يعني الشهادات الجامعية لمن لم يحصل على شهادة الثانوية العامة. هذا أمر لم يحصل في أي مكان في العالم وحصل في العراق المحتل. إلى أي مدى تؤثر هذه القوانين؟ في الحقيقة هناك وسائل عديدة للالتفاف على هذه الضوابط، وبالتأكيد الذين يعني يتهيئون لترشح أنفسهم لديهم هذه الوسائل، ومنها ما يجري الآن ترويج له من اعتماد نسبة 20% لغير الحاصلين على شهادة البكالوريوس فأعلى. نعم، الحديث عن هذا الفساد سواء على الصعيد المالي أو صعيد الشهادات الدراسية، كيف ستنعكس هذه أشكال الفساد هذه التي تحدثنا عنها على التحالفات الانتخابية في الانتخابات المقبلة؟ بضوء التعليمات الصادرة من المفوضية غير المستقلة للانتخابات لا يجوز التحالف الآن، انتهى باب التحالفات قبل الانتخابات، لكن بالتأكيد ستجري عمليات مساومات وابتزاز وتحالفات من بوسائل عديدة معظمها غير سليم وغير مشروع. نعم. بعد في هذه الأثناء هناك حديث عن تحالفات ربما ستكون قريبة بين العبادي صدر وعلاوي للدخول في قائمة واحدة والمشاركة في الانتخابات، كيف تقيمون هذا التحالف وما هو مستقبله في حال تحقق؟
لا يمكن أن يتحقق هذا وفق التعليمات الحالية، لكن ربما يصدر نوع من التمديد للمدة أو الاستثناءات في وقت قريب، لكن الأرجح أن يجري التحالف فيما بعد ظهور النتائج الانتخابية. أشكرك جزيل الشكر أستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.